ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات والتجديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير لعام 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة الفورية على أي مخالفات للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4000 جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الإغلاق. وقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية. كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن هيئة الدواء المصري تتخذ الإجراءات طبقا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميا، وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقا للكميات المطلوبة. وفي الوقت نفسه تتولى وزارة الصحة ووزارة الداخلية تجهيز الترتيبات والإجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح طبقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة. وخلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، مؤكدا أنها تأتي وفقا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية في إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين في هذه الامتحانات. ومن جانبه عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف الخاص بالجامعات وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عرضا حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف حالات الشفاء والإصابات حتى آخر رصد تم في هذا الصدد وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، منوهة إلى أنه ما زالت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية تسجل أعلى معدلات إصابة مقارنة بباقي المحافظات. وتطرقت الدكتورة هالة زايد خلال العرض إلى جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التي تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الأسرة الداخلية وأجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزية، وكذا الموقف التنفيذي لدعم القطاع الصحي بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات والتي من بينها مراجعة شبكات الغاز في كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسجين المسال وتوفير احتياطات منه لتغطي تلك الاحتياجات.
وأكدت الوزيرة خلال العرض توافر مختلف أدوية البروتوكول العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذا المستلزمات الطبية بكميات كبيرة تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس. وتناولت الوزيرة موقف اللقاحات المعتمدة على مستوى العالم والتجارب التي تتم عليها والدول التي بدأت استخدام هذه اللقاحات، لافتة إلى أنه على مستوى المحلي فقد تم الانتهاء من موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، ومناقشة واستعراض الإجراءات التي سيتم تطبيقها في الأماكن التي سيقدم من خلالها اللقاحات، وكذا تصميم هذه الأماكن وما تتضمنه من مسارات سواء للحصول على تطعيم الجرعة الأولى أو الثانية، وطرق متابعة المواطن بعد حصوله على اللقاح، موضحة الخطوات التي يمر بها المواطن منذ بدء قيامه بالتسجيل على الموقع الإلكتروني أو الحضور لمكان الحصول عليه، وصولا للمتابعة الطبية من خلال العيادات ما بعد الحصول على التطعيم.